تجرني بكرة ألقاك. هيا ترجعون لي هنا. كنت مسألني عدمي؟ ما أنت مسألني عدمي لما عرزي راسك في مسوى. هو اللي تلقف علي ولا تبيني خليه يصفقني قدام العيال؟ اسمع يا عامر، اسمع كلامي ما صرت رجال والله لا يجي ظهرك في العقال لين ما تصير عدمي. سمعت كلامي ولا لا؟ ما ابغاك بالبيت بالله، اطلع بس اطلع. فضحت بين الله وخلقه، ما في مصيبه ما جبتها لي، كل يوم مصايب. يعلك شقول ما نفع فيك لا تربيه يا ولا شيء. فضحتينا يا يمه قدام خلق الله، جمعتي خلق الله علينا. فضحتينا يا يمه، انت صوتك في اخر الحاره يا يمه. فضحتينا يا يمه، انت فضحتينا. يا شيخ وخر انت، اطلع من حياتي. كل يوم جايب لي مصايب، كل يوم جايب لي بلاوي اللي ما تستحي. اشهدوا يا ناس اشهدوا، هالولد هذا انا متبريه منه، ما ابيه متبريه منه لين يوم القيامه. اشهدوا على الكلام اللي قلته. لا حول ولا قوة. بارك الله فيك. لا حول، ادخلي بنت الحلال، ادخلي. احول ولا، وانت وش اللي موجفكم بهذا؟ يلا توكلوا على الله. يلا، وانت لا تشوفك عيني جبل لنا مصايب انا وامك. لا تشوفك عيني. خلاص يا اخوي، خلاص حرك. بحرك انا بعد، بس بعد. أنا أوريك يا عامر، أنا أوريك. أتفضل يا كبير. تفضل طول عمر، تفضل شوي تفضل. تفضل يا عمدة، أدعس الخطوات. أيوة يا عمدة، اليوم يومك. اليوم نبغى بلنطات على جلنطات على كباري على كل حاجة، كسر رؤوس العالم. نبيك تحرث أم الأرض حرث اليوم، نبي اللي يتحدى طول عمره يندم. وين اللي يتحدى؟ اللي يتحدى يتعب، ورخوم يهايطون. أرخوم يا عيطون. امشي وارع انت وياه، نبي نحرق أم الشارع. تبي تنجلد مرة ثانية يا ورع؟ مشاكلي كلها بسببك. متجدك يا ورع؟ اقسم بالله ما اخليك. ما رح يضيع حقك، باخذ حقك. ما ارتاح، ما ارتاح وانا امك الا لما اشوف دمه يسيل مثل الذبيحه بوسط ساعه القصاص.
بسط صاحة القصاص بشوف دمه بعيني. يلا ذيك الساعة برتاح يا سالم. يلا ذيك الساعة برتاح يا سالم. الله يجبر بصيبتنا، الله يجبر بصيبتنا. اذكر الله، اذكر الله يا ابن حلال. لا اله الا الله. وبعدين الشيخ والقاضي نفسه ما حكم الى الحين. باذن اللي ما تنام عينه ما ينقص. اقول يا خيي لا تكدر، دام الامور عند خيك ابو سليمان ازهله، ان شاء الله امورك بيضة. بيضة بيضة، رجال ذابح الوحده مساطور. وشلون بيضة علمني؟ يوم يحكمون عليه بلده. يا ابن الحلال ابلع ريزك، انت خله علي، خلني اشتغل شغلي وتشوف ان شاء الله اجيب لك التنازل. وشلون تجيب لي التنازل؟ وشلون؟ علمني وشلون؟ يا خيي قلت لك ازهله، هذه لعبتي. تكفى يا ابو سليمان، لا تخليني ولي تبي انا مستهدم فيه. كفو. وش عندك انت؟ يا رجال انت بتموت، وانا بموت، كل الناس بتموت، هذه مقادير، والله اخذ، والله يعطي. انت جاي تعزي ولا وش تعمل؟ انا جاي اصلح، اصلح يا رجل، واخذ الاجر من الله. اقول سالم بحسبة ولدي، ولا ارتاح ولا ترتاح امه، ها؟ الا اشوف اجاني بساحة القصاص. يا رجال سالم بحسبة ولدي، الله انك ما جبت خبر سالم، ودك الفكة منه، اعقل بس. يا الله يا الله افرج على ولدي يا الله. يا الله شو المصيبة شو المصيبة. اذكر الله يا أم عامر، لا حول ولا قوة إلا بالله. اذكر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا عامر تفضل. عامر مش اللي بوجهك؟ لا أبد يبا، مطقة مع واحد من مسجل. حتى في السجن فيه مطاق وهواش؟ ما انت بعاقل، انت ما تعرف عنك هالمشاكل هذه؟ وش تبغاني اسوي اذا العالم ملاقيف؟ الا قل لي، ما في شيء صار جديد؟ والله الى الحين ما صار شيء، واللي مدبره الله بيصير. السلام عليكم. عليكم السلام. لا حول ولا قوه الا بالله. صدقوني يا جماعه انهم باغين يذبحوني وانا عند باب بيتهم. يا ابو سليمان، يا ابو سليمان كل كبركه، قال ابو عامر يبي يجي هو يا ربعه يتفاهمون معكم. حاول يا ابو سليمان حاول. اقول لك ما هم طايقين يشوفون رقعه وجه اي واحد فينا، مو بعيد لو راح واحد منكم ان يذبحونه. حاول معهم مره ثانيه. حاولت حاولت، اقول لك قلوبهم تطبخ علينا، ما هم طايقين يشوفونكم، ممكن يذبحون أي واحد مننا. شوف يا أبو سليمان، إذا حاولت معهم مرة ثانية واصلحوا واتفقوا وتنازلوا، لك اللي تبي. قل لي كذا. السلام عليكم ورحمة الله. أقول لغديك غيرت رأيك. الرحمن الرحيم. أنت وش تبي؟ اكسر حسك، ترى أنا بالمسجد، أنا رجال أدور لك الخير، أبي لك العز. ها وش قلت؟ أقول لا يكثر يا ابن الحلال، لا يكثر. اسمع، بيض الله وجهك ولون أخوك، أقل شيء أقدر أسويه زيارتك. طلعت أحسن من الرخوم يا الحارة اللي ما فكروا انهم يزوروني. اخوك الناس للناس، الا انت طمنا ايش اخبارك؟ يا اخوي وانت وش تبي؟ وش اللي ابي؟ ابيك تفتح مخك وتضغط على ام سالم انها تتنازل عن القضيه مقابل اي مبلغ مالي تطلبه، وبعدين ترك من غث من الولد، ولا ابو ولد لك عشان تزعل عليه كل هالزعل.
وبعدين؟ وبعدين لا منها وافقت ابشر بالخير، حقك محفوظ عندي، بخليك تلعب بالملايين لعب. يا ابن الحلال يا ابن الحاسمة وخر علي ماني موخر، خلي اعلمك وخليك تشتري احسن انواع الجيوب، تاخذ لك قصير وتسافر للديار الزينة اللي يسافرون لها الكبارية. ها؟ من قالها سمح؟ تعال تعال تعال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أم سالم هذا أمر الله وتري الصلح بو خير، افهمينا يا بنت الحلال. لا لا، دم ولدي ما خلي ما خلي كذا، مستحيل. ما ارتاح ولا تنشف دمعة عيني إلا لما أشوف ولدهم دم سايح في الأرض. سمعت؟ دم سايح في الأرض وقتها ارتاح. الله سبحانه وتعالى هو اللي ياخذ وهو اللي يعطي، ادعي له بالرحمة. الله يرحمه، الله يرحمك يا يمه مثواك الجنة. بعدين ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ضمنهن صدقة جارية. افهمين يا أم سالم، تقدرين تبنين له مسجد، تحطين له سبيل لله سبحانه وتعالى. 20 مليون؟ هي الله ارتخت معي يا ابن الحلال وطلبت المبلغ. لا كثير كثير، وانا خيك لازم نضغط عليه. انا اللي علي سويته حسب اتفاقنا. اقول تستهبل انت، شكل امك تستهبل علي كثيرة. عموما ابى اشوف ابو عامر وربعه واشوف ايش يقولون. اي انت شافهم وش يقولون وعطن خبر. زين بس ابي منك خدمه. ابدا، وش تبي عامر؟ ابو عامر وربعه ودهم يقابلونك ويقابلون ام سالم، فابي فزعتك بالسالفه ذي. لا ابشر بس عاد، هذه مقدور العليا. 20 مليون؟ 20 مليون هذه ميزانيه وزاره، ما اقدر عليها، منين اجيبها؟ لو انها 5 مليون 8 مليون على الخير واجد، لكن 20 مليون والله انها واجده. تكفى يا ابو سليمان، تكفى يا ابو سليمان، لا تخليني. ابيك تمر عليهم وتتفاهم معهم، يعني تجمعنا معهم ونتفاهم معهم في محلهم. شوف وانا خيك، دام الباب انفتح الامور سهله، ازهله. يا ام سالم من عفا واصلح فاجره على الله، بعدين الشيء اللي صار بيد الله سبحانه وتعالى، وبعدين ان شاء الله احنا جايينك نبغاك تخففين بس مبلغ الدية علينا، وان شاء الله اجرك عند الله عظيم. والله لو ان واحد من اولادكم كان ما قلتوا هالكلام، كان طلبتوا اكثر واكثر. انتوا ما تدرون الحرقه اللي في قلبي، انتوا ما تحسوا بالنار اللي في قلبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يا بنت الحلال يا مسالم، أولدك مثل ولدي، وركض الشيطان بينه والله يسفينا شره. وبعدين ما حاسب بالحلال لنا وانت. تكفين يا ابو سالم، تكفين يا ابو سالم، الله يهدينا وياك. طالبينك تكفين، تكفين طالبينك. طالبينك يا ابو سالم، طالبينك يا ابو سالم، طالبينك يا ابو سالم، يخرب دينهم يا ابو سالم، طالبينك. يا ام سالم 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 يا ام سالم، تكفين تكفين يا ام سالم، تكفين. طلبتك يا ام سالم، ارحم ولدي ارحميني، تكفين يا ام سالم تكفين. خلاص خلاص يا معامر، خلاص انا بنزلهم عشان انك ام وحاسه فيك، ويا ليت يا ليت تحسين النار اللي في قلبي عشانك وعشان خاطرك. بنزلهم وبسويهم 15 مليون، لكن ريال واحد ما راح ينزل. سمعتوا ولا لا؟ ريال واحد ما راح ينزل. جزاك الله خير يا ام سالم. أبشركم جاء الفرج يا عيال، حبيبي هو ناس اليوم. ها
هذا عبد الله بن حسان. ونعم. جزاك الله خير. عشت والله. الله يكثر. هذا النصر بن بشير. ونعم ونعم ونعم. هذا حسين بن حسين. ونعم ونعم. اسمعوا يا شباب، اكيد كلكم تعرفون اعلاميين وناس عندهم متابعين. خير خير، وش فيك؟ في هاشتاج عامرين خاكم في التويتر والانستغرام عشان نجمع مبلغ الدية من اهل الخير. تكفوا، نبي فزعتكم. ابشر ابشر ان شاء الله. ابشر شغالين عليكم. شعل ونعم ونعم والله. الله يكثر خيركم. الله يكثر خيركم، يعوض عليكم ويخلف عليكم ان شاء الله. عامر خويي حيموت يا جماعه الخير. عامر حيموت اذا ما وقفتوا معايا وقدمتوا لي العون. حيموت، حيطيروا له السقف. الطنده حتروح عليه يا جماعه الخير. يا عمار تكفى، كلم اقاربك وانت فوتوا لي على الزلط. الله الله ام زلط. وانت يا رجاجيل الثروه داخل على الله ثم عليكم. تكفى تكفى تكفى. حيموت يا جماعه. تكفون يا عيالي، اليوم يومكم. قولوا ان شاء الله. ما ابغى تفشل قدام الرجال وتفشل عند الاقصى والداني. أبغاكم هالحين تدبروا لي 30,000. كيف ندبر لك 30,000 يا ابوي؟ كيف ندبر لك 30,000 وانت عارف ان علينا ديون وعلينا اقساط وعلينا جرات؟ المبلغ ما هو بسيط يا ابوي. انا ابو مقبل ابوه، عزله ما عندي رياجي، عزله عندي الخوم. الله خلقني بهالخوم. اقولكم دبروا لي المبلغ. كيف ندبر لك يا ابوي؟ كيف ندبر لك المبلغ؟ المبلغ 30,000 يا ابوي، المبلغ ما هو بسيط. تبانا نسرق؟ لا 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 لا، معكم يومين. تسلفوا تسلفوا، دبروا بس دبروا دبروا. خير ان شاء الله. ايش فيه؟ ابشرك لقيت لي امير من اهل القلوب الرحيمه. اباخذك لمه بس. شوف عاد، لا تقعد كأنك تطلع عليه من فوق بلكونه على طولك اللي على الفاضي هذا. ابيك اطر جيبك عنده. ابس. جزاك الله خير، جزاك الله خير. الله يجعلها موازين حسناتك إن شاء الله. تاكل يا طيب العظم، تاكل يا طيب عليك، تاكل يا طيب عليك، تاكل يا طيب عليك. ردي والله ما هو بداية الثور المعمعم. ها؟ السموحة وأنا أخوك. هذا الرجال ولده بينقص ودق على حماس. الأمير موجود. تفضلوا. الله يتفضل عليك. امشي امشي. السلام عليكم. شكرا يا اخوي، شكرا. مسيك بالخير يا طويل العمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مسيك الله بالنور والسرور. هذا يا طويل العمر ابو الشاب اللي محكوم عليه قصاص. وابشرك ان اهل المقتول وافقوا انهم يتنازلوا، لكنهم طلبوا 15 مليون. يا طويل العمر، ال 15 مليون زلت علي بالحيل انا وجماعتي. ايوه. وحنا داخل عوالهم عليك. جعلها موازين حسناتك. خلاص 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 يا شير، خلا أعرف إيش حذبك. اسكت دوك يا طويل العمر دوك. ناظر الحال وين وصل. اي والله دوك. ارحموا عزيز قوم من دج. وحنا ما جيناك إلا يوم سمعنا عن سيرتك العطرة وحبك الفعل الخير. تكفى يا طويل العمر، تكفى يا طويل العمر، داخل عاثم عليك، لا تتركني. إن شاء الله أنها تفرج عن ولدك. سلم أوراقكم لمدير المكتب وإن شاء الله ميسر لك الخير. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، وجعلها بموازين حسناتك، وبيض الله وجهك دنيا واخره. اي والله بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. خلاص خلاص يا اخوي، قبل امس قبل لا يهون. شوف يا عامر ابوك، عسى تطلع لك قلبنا هذه. احمد ربك ان هل القتيل تنازلوا. بس اشوف أبيك تصير عامر ثاني. أبشر بعزك. شوف من أخيك سلم عليه. أبشر أبشر. يا هلا يا هلا، مرحبا بعامر. الحمد لله على السلامة. طال عمرك الشر. ما قصرت يا شيخ. السلام. الله يسلمك. يا شام أتار مظهور مزوم. لا لا هلا هلا يا بعد هي. الله يحييك يا هلا. تقهو تقهو. شو حسك لا تضحنا بالحارة. شوف وشو؟ هذا نصيبك وبارك الله من فاد واستفاد. والله يا عامر ذا الحارة مبزرة هذا طولهم
وهياط طول عمره مهياط ومسوي قوي علينا، هذا اللي قاهرني يا رجال. ما عليك منهم، ارخومي هاي طول عسل عسل هو يلا، وعامر وصل يلا حيو، وعسل عسل هو يلا. اركد اركد في ديتك. اجلس اجلس اجلس. هذه على السلامه. وينك يا ابوي؟ وينك ما زرتني في السجن؟ افا افا يا عامر يا ابوي، كل ما رحت السجن قالوا لي زياره ممنوعه، يعني الموضوع خرج من يدي. زياره ممنوعه اجل ها. امشي الحمد لله على سلامتك. الساحة ترى مرة مشتاقت لك يا وحش. ايوه حتى نوسر البزر، عرفته البزر الصغير ذا، ماسك الحارة جلنطات وشغل ومقاطع يوتيوب توصل 100,000 200,000 وما في الا لايكات لايكات على فوق. تخرب علي يا ورع، انا اوريك. فشلني بين الناس اعوذ بالله، واجرب خذوا. صباح لكل شوية هذا يقتلوا ده، ما قلت والله ما قلت. شو وش تقول؟ عامر ذبح مرتين ثانية؟ بيض الله وجهه. بعد إذنك هلا هلا. هذا مو بسعد ولد عمك الا هو خابر موتر كسره. وش جاب ذا الموتر البطل معاه يا ابوي؟ لازم فتح قناه في اليوتيوب وعنده مليون مشترك وما في الا الفلوس تيجي من هنا ومن هنا زي اللهب. اتحداك. طيب اليوتيوب هذا فيه سعوده؟ يقول لك سعوده، اقول لك يوتيوب تقول لي سعوده؟ تعال مع الاستراحه وافهمك على كل حاجه. فين سارتك الكلبة؟ أقول أركض في ديتك يا عبسي ها؟ لا أنفض راسك موس، يلا مشينا. كمان؟ الموضوع بسيط، قناة ومشتركين وندفن أم الفقر. يا أبويا إيش بسيط يا أبويا؟ تحس الموضوع كذا خذني جيتك؟ طب إيش حتنزل في القناة؟ مقاطع هجولة وتفحيط. يا أبويا ما يجي، نبغى شيء جديد يجذب الناس. أجل دروس في المرجلة. أوب أوب برضو ما يجذب الناس يا كابتن، جيب شيء قوي. خلنا نفتح القناة وبعدين نفكر وش ننزل فيها. أركض في ديتك ها. هلا والله بالعيال، اليوم عندنا درس عن الغير العادي، بالنسبة للناس اللي يسوقون توماتيك وما يعرفون عادي يستفيدون ها؟ أول شيء تضغط على الكلتش على الآخر وتحطه بالأول، همّن تبدأ تدعس بنزين وترفع رجلك عن الكلتش، ورّهم شكش. يا أبوي المقطع شكله ما عجب أحد، ما في حتى لايكات، لايكات أبوي ما في. تطنز أنت وجهك؟ أقول أنا جاني النوم أبروح أرقد وبكرة نشوف موضوع القناة. حلوين. أركض في ديتك يا عبسي ها. هاي سلامات تي 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 تزعج تمنا سلامات. ايش فيك؟ وش فيك تنفخ انت؟
انفخ يا حبيبي. ايش بخدك دقبواري؟ هداك دقبواري مسكر علي، ما تشوف انت اعمى في موقف هنا لما وقفت هنا؟ معلش شوي نشيل السياره. كيف؟ معلش بشيلها شوي. وش اللي شوي تشيل السياره؟ الحين مسكر علي هنا واخر شيء تقول شوي؟ اقول لا تهايد لا تهايد لا تنفخ تهايد. سلامات. شكلك ودك تتسطر. لا وسارق الستاره حقتكم. سارق الستاره. يا فلافل يا فلافل يا فلافل يا فلافل. يا يقول له فلافل اجل. انتبه والله انتبه لا اوف اوف اوف. شوف 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 والله انجلد. والله يا صفق عامر عداك العيب يا عامر. الحين دقيقة أنا تشمري حد زيت في شعري البنغالي. أنا تبون أصدق الشيء هذا؟ أيوة أنا في صدق الهين يا أبي. واضح إنه تمثيل ومتفقين أنت وياه. من جدك تتكلم أنت؟ شو إذا طلعت بالصدفة وصورت تقول لي يا أبي روح بروح أغسل يدي أنا بس. الله لك أهبة. كيفك لا تصدق. ما بعرف كيف يا صديق. يا محمد محمد حول ايش في انت؟ ايش في؟ وراك تنفخ الحين، وراك تنفخ، ما تسمع ناديك من اليوم؟ ليش صوت زيادة؟ ليش؟ ايش في؟ تعال تعال شيل شيل الأغراض. صبر شوية، ما يبقى صبر شيل أنت. ايش؟ يا قمرنا. أي باي. سحب عليك القادح. جيلو باي. ايش في أنت؟ ما بقدر. شوف كيف أضربه. شوف. والله القادح، والله ان القادح هذا على اسمه القادح. والله والله لا تفوت قناته، والله فيها من الضرب الضريب. يا ويل شدوي. لا يا اخي والله ذا القادح انسان فاصل بالله. شوف ايش رايك يا اخي؟ والله ما يستاهل يا رجال. انت مين بالله نفسيه؟ هذا لايك عشان تنقر. شوف ذا السبك وش يقول. اتحداك تاكل فلفل حار. لا يقول في الحار سهلة، نبغى شيء أقوى. هات حداك يا شيخ. ذا يقول أبيكم تسوون مقلب في نفس المطعم اللي طقتوه مرة ثانية. عاد تدري يا شكوش، توه تبدي ما بردت منه رغم الطق اللي جاه، إلا ودي إني أضربه بعد زيادة. بس تدري شلون؟ أبيك أنت هالمرة تسوي فيه المقلب. أبشر بعزك، أنا معاك. كفو يا الذيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. اعطيني 50 دجاجه مع الرز. سلطه ايدام بيبسي امزيات. حط ايدام كله، حطه مع ايدام. ايدام؟ بس اذا خلصت اعطيه السواق هنا. شوف السواق. وين سواق؟ تعال شوف السواق. يلا. خلي نشوف هذا. انا بروح البقاله بجي. ما هي مشكله اشوف صار. الف خمسمية. خلاص مع السواق. اوكي خلاص. فلوس ما هي على طول. خلاص يلا يعطيك العافيه. ايه باي عشرة شوايه. ها صورت؟ صورت. عفو عليك صورت كل التفاصيل. بس اسمع الحين اذا جاء ازبن. ها ازبن ازبن ازبن. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا افتح شير افتح شير. ليه؟ كيف ليه؟ ايش الطلب؟ لا ما في طلب انا. مين طلب؟ لا ما في طلب. مين كلام انت؟ كفيل هذا الكلام. ودي شير. لا ما في كلام كذا. كيف ما في كلام؟ صبر شوي اصبر شوي انا اسوي يقول. ايش تبغى؟ انا ما في طلب، ما في كلام كذا. انا ما يطلب هذا. غصب يخلي انا يطلب. كيف هذا في نفر كلام خاصه سياره ودي؟ انا ما يطلب هذا. مين مسؤول هذا؟ كيف كذا؟ لا انا ما يطلب، ما في غصب. انت خلي انا يطلب، ما في يطلب. انا اتحداك يا المقلوب. لا خلاص روح خلاص روح. يلا انا كلمت فلوس. خلاص
خلاص استيف راح نعمل وجه يا اخي روح انا لازم اتصل على الشرطه خلاص استيف راح نعمل وجه الحمد اوب 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 الحق وش فيك؟ قناتنا يا ابوي فوق ال 200,000 مشترك اتحداك يا شيخ شوف عاد الحين نبدا مقلب عيال الحاره يا واد نمقلبهم رايح جاي بس نبدا مين وكيف؟ انا اعلمك كيف وبمين يا كبير انطر بشكش هلا 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 اتحداك يا كلب البطل اديله هلا والله بربيش اتحداك يا كبير انت تفضل تفضل الله يحييك نورت الاستراحة يا وحش بوجودك يا الغالي كافو يا الذيب اسمع انا بروح اجيب لي عشاء وش مشتهي ما تفهم انا وش اتعشى دائما لا انا ما افهم هذه مشكلتي اني ما افهم مطبق مطبق اركد في ديتك يحضر لك الان احلى مطبق مالح مالح على كيف كيفك اسمع باسورد النت 123 بي 123 فلها ها خذ راحتك كفو يا الذيب لا تستحي واذا بغيت شيء دق عليه بالجوال اوكي يلا توصي شيء سلامتك رضاك يلا مع السلامه حبيبي يلا شغلت الكاميرا جلست هنا قلت لك حطيته في المكان اللي تبيه كيف وضع يبي مطبق لا ومالح بعد عريقه نعطيه اتحداك يا شيخ جوعان الورع كافو يا الاسد البطل يا ما حمدك قضوني العدونا خلاص نطلعه وش اللي نطلعه انت ورع رحمته خله ياكل اصلا هلا ما يحبونه هلا والله ارحبوا رايحين دحين انا وعامر الانتيم حقي رايحين الزواج وبنسوي هناك تحدي مجنون لعيون الناس اللي تحدونا واللي يتحدى عامر يضيع دوس يا بطل روح اركض في ديتك انت وياه اسمع انا بروح اضبط الامور اوكي انت خليك هنا وراقب الوضع اذا احد قرب مني ولا شيء دق علي جوال يجي الادب اتحداك السلام عليكم الف مبروك المهبول خرب عرسهم لا يا اخوي يستاهل اعطيه لايك عطى لايك وانشر ولا بزيد انشره في الجروبات لايك يا شيخ
وشت المهب لا حول ولا قوة إلا بالله. بس اللي سواه ولدك ما هو بشيء هين. فشلني عنده ضيوفي اللي جيني من الرياض واللي جيني من خارج الرياض. يا ابن الحلال هذول شباب طايشين. أنتم جيران والجيران غالين علينا. أرجوك أرجوك كل الرجل. سامحنا هالمرة وأنا عندي لك اللي يرضيك. عشانك جار وعشان هالجيرة وأنت عزيز وغالي. راح أتنازل اليوم بإذن الله بإذن الله. جزاك الله خير. بيض الله وجهك. الله يستر عليك. خلاص اهدى. وش فيك انت؟ تمام يا عيال. ايش فيكم؟ ابد والله حاطين خلوع. هلول. اي قول واحد من العيال. هلا تبطونهم كلهم يا الله. كفو كفو كالطيب يا الذيب. كفو هاي ابو كفو انت قال لك كفو. ما هو كفو ولا شيء. مين طلعنا من المصيبه دي؟ ابوي ابوي الحين يجي ويطلعنا. ما معك. ما معاكم خبر زين. الحين تشوف. جاء. تعال مشكش. يلا جاكم تنازل يلا. قايل لك يا ورع. الواسطة. شفت عزوز وش مسوي؟ وش مسوي؟ مطلع اغنية جديدة اسمها يا رمة. يا رمة؟ اتحداك يا شيخ. واذا يعرف والان قاعد يصور فيديو كليب. اركد بديتك دق عليه قل له بنجيها الحين. اجل يا رمة. انا اوريك. ايه رحيم وينك مختفي يا خالي؟ هيا شوكوش هنا شوفني في الصحراء بسوي غنية راب حتكسر الدنيا اسمها يا رمة ليه ما صليت الجمعة؟ والله طب عادي نجيك؟ تعالوا مرحبا بكم استناكم انا هيا تكلم العيال وتعالوا ها؟ اصحى تتأخروا. هيو والله والنعم. ارسل الموقع بس. حلوين حلوين. اوكي انا في الانتظار لان الغنيه حتسبب دمار. ها وش يقول لك؟ حياكم انتوا والعيال كلهم قاعد تعالوا. اتحداك ها؟ ابوريه من الرمه لكن امش نبي نواصل مشوار ناخذ كفته ونروح له. حلوين. اتحداك. يا رمة ليه ما صليت الجمعة؟ يا رمة الله يبعث لك حمة. يلا قوم صلي يلا قوم خاف ربي ترى والله يخصك جني. يا رمة ليه ما صليت الجمعة؟ قعدت في البيت تتبطح زي الحرمة. يا دبة يا فقمة يا طن كيلو لحمة. قولي ليه قولي ليه قولي ليه قولي ليه قولوا قولي ليه قولي ليه قولي ليه قولي ليه. يا رمة ما صليت الجمعة. يا رمة يا رمة يا رمة ليه ما صليت الجمعة؟ قولي ليه قولي ليه قولي ليه. أبويا متى الجديد؟ لنا شهر ما نزلنا للعالم. شوف العالم قدامك كلها تقول نبغى الجديد. المقطع الجديد قرب وبنزل مقطع أبخلي العالم كله يدرون عنه وبنوصل في القناة 1,000,000 مشترك وبناخذ درع اليوتيوب الذهبي. وأتحداك أتحداك إذا ما جبتهم على وجيههم. كلام كبير والله. إيش المقطع ده اللي بيدمر الدنيا ده؟ أركد فديتك ها؟ خلها على القادع. شوقتني يا معلم. شوق قلبي كبير. اتحداك ها اليوم رايق يا هو. بالله عندك قول لي. انا اقول لك واحد من العيال عازمني عند خواله في البر ونبي نروح انا وياك لامهم. وشوقتني. طيب ايش دخلنا بهذه الهرجه؟ نطلع لهم ونسوي لهم هناك احلى فيلم اكشن. ما انا احس الموضوع مو قد كذا. انا افهمك. لا 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 هذا نبي ناخذ معنا ذا. ايه ترى الشيطان شاطر. بعد ابعد يدك يا ورع لعبه. اصلا ما كنت خايف انا اختبرك. بس وربي القادع مخمخه في مخه صح. دحين لايكات اشتراكات القناه حترفع فوق. اركض في ديتك يا ورع. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. يلا حيه. اقلط اقلط. وش بلا خويك ما يقلط معك؟ تعالوا اقلطوا حياكم الله. يا رجال هذا رخامه ما هو بحق بر ولا بحق مكشان. افا يا ذا العلم. تركنا البر لكم، انتم هل البر يا الاشناب يا الكفو. يا حقين القهوه والشاهي. الله يسلمك، تسلم تسلم، والله ما عليك زود. ما علي زود. الزود تبي تشوفه الحين انت وياه. ابكر نزل سلاحك يا ولد. ارفع علومه. اقول ارفع يدك انت وياه، ارفع. ارفع. مسوين حق بر، مسوين اشناب انت وياه. ها ايش رايك سلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشلون السوق معك؟ قهر. ما بش يعني طلب على الأناشيد اليومين هذه، ولا جاني ولا زبون واحد. الانترنت هو اللي قطع رزقنا، ما عاد أحد يشري ولا ربع شريط. أنا عندي فكرة. إيش هي؟ لو نجيب شيء من عندك وشيء من عندي وندمجهم وأسوي مكس. كيف يعني؟ أنا ما أفهم يعني. أنت عليك المنشد وعلي الكلمات، وبجيب لك المطرب واللحن خله علي. فكس. الله 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 الله. كبير كبير يا ياسر، اتحداك يا شيخ. ايش هذا الابداع؟ ايش الاحساس؟ ياهو. عاد انا استاذنكم، يلا تصبحون على خير. بدري. وين بدري يا حبيبي؟ ما اعطيتنا شيء. عطنا تقول هجر. بكره ملحوق عليها ان شاء الله. اركد في ديتك يا المشهور. بسم الله. هلا والله. عيونك اخر اعمالي وليلي اطول من اليوم. عود الله يهديك، ما تسمع الكلام. ايه احنا نشتي يعني نطلع حاجة من عندك ونطلع حاجة من عنده. علاتو دقيقة، وضح لنا أكثر. اللي يقصدها الحبيب أنه نبي لحن منك أنت يا المطرب، نعطيه اللحن لك يا المنشد. ها نلبس طاقية ذا على ذا، نسويها مكس. وشو؟ أنا استحالة أتعامل مع مطرب. تكفى، أنا اللي متقطع عليك. لا تكفى، تقطع علي. ش عنده مطربنا سرحان وزعلان؟ أنا قررت أترك هذا المجال مرة عشان أمي وأبوي. أوف. والمعجبين؟ أنا أهم شيء عندي رضا أمي وأبوي، عشان كذا قررت أترك الأغاني وهذا المجال مرة. هلا سعيد. هلا والله. أجيكم؟ لا لا لا، تركت مجال الفن مرة. طيب شو رأيك أرشح لك فنان ثاني؟ ما يهمك إلا الصوت. طيب شويات ولدك. شو رأيك أدخلك مجال الفن والشهر؟ ايه ابى ادخل، ومن اوسع ابوابه. جدك. هلا والله بالاجتماع البطل، اتحداك. شنبو
ايش تتحدى انت؟ لا 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 هلا يتحدى. اقول عندي عندي خلوها 1 2 3 4 5 6 اكشن على طول. تنزل مع الكفو نسوى ملايين والناس نايم ما بينهم رجال. جلسة مع الكفو تسوى ملايين، جلسة مع الكفو تسوى ملايين، جلسة مع الكفو تسوى ملايين. وقف وقف، ما تحس ان صوته هذا مقرف؟ شكوى على الله يا اخي، هذا اللي لقيته. عاد وش رايك يا باش مهندس؟ تلوش انا دخل على برنامج الاوتوتيون خليه كذا سب الباء علينا وطلع ممتاز. بارك الله فيك. جاهز يا عامر؟ هنبدأ الشغل من جديد. 1 2 3 5 6 فكس. جلسة مع الكفو نسوى ملايين والناس نايم ما بينهم رجال. جلسة مع الكفو تسوى ملايين ولا السلايب ما منهم رجال. واللي مخاوى شرواهم مسكين انا اشهد انهم عاشوا في شقا. هلا بزقر وعلموا ربعكم ترى ما بعنا بالكوم الا اليوم. تفضل 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 يا استاذ تفضل. هلا تفضل احنا نحلل بنادي. هلا بنادي. هلا 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 كيف حالك؟ هلا الله يكثر الله يكثر. بس تفضل لا تقعد تبوس. ها تفضل. هلا هلا والله هلا تحدى. شكرا شكرا يعطيك العافيه. شنبو يا هلا يا هلا هم مش هلا. يلا حيه انت يا انما تراكم انت بسيط فتره وجيزه قلبت السوق قلب. قايل لك ابشل ام امها. كافو تقول وتطول. انا ودي ارشح نفسي مدير الاعمال. اكيد موافق تستاهل انت تستاهل يا شنب. نلعب انا وياك بالفلوس لعب. اركد بديتك يا الدراهم. اركد اركد وامن. ايش يعني؟ يعني انا اطلع من المولد بلا حمص على طول. اقول اسمع ما هو؟ ترى انا من شفتك لابس هالستاره وانا غاسل نيدي منك ابي الرجال بكل متروس الخلا تقلع انقلع على طول. يلا على طول ضف وجهك على طول. يلا ابدا بشيل لك اي شيء لو تبيني اشيلك بكبرك انت وشنب. لا الفرد ذا مو بلك. فيه شيخ معطيني قصيدة يبيها مدح فيه ودوك يا أشوفها. أوف وش ده يا شنبو؟ قوة قلب وكرم وشجاعة وطويل وزين هالمواصفات دي ما تجتمع ببني آدم. لا 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 لا, لا. أنا ماني بشايلها الكذب ما بيه ما أحبه. بس اسمع علشان بسمع عزتك إذا مبلغها زين ممكن أفكر إني أشيلها. 50,000 ألفاً ينطح ألف. أشيل أم أمها يا شيخ. بس ما هو على الهواء مباشرة. لا بالمسجل علشان صوتك يعني الله يحوم تبدك ويكرمون السامعين ما يصلح. يعني ضروري تذكرني بين صوتي شين؟ أركض فديتك يا شنب. ها صوتك لا شيل همه بنسويه مكس. السلام عليكم. قوكم يا رجال. مرحبا مليون. هلا بكم هلا بكم. الحين يا ابو شنب كلهم طاقين البشوت وين شيخهم؟ يا رجال طاقين البشوت على الهبني اخسرك منهم عانة هذا هالنزغة هذا. اي لا تشر لا تشر عليه. تأكد ان هذا
ابن الحلال فضحتنا. يا ابن الحلال هذا ما ينطبق عليه كل الكلمات اللي قلتها، لا هو بطويل ولا هو بزين، سلاب تنقاعده. لا اله الا الله يا اخو، قصرك من طوله وقصره، دام الدعوه فيها 50,000 يا بني ادم، 50,000 شيلوا شيل امها بعد شينا. هلا بعاضر، هلا 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 بعاضر، هلا 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 وسهلا، هلا بالشيخ، هلا 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 بذيبان، هلا بذيبان وسهلا، هلا بك. اقول يا طويل العمر سلم، هذا سيدي فيه شيله باسمك وصفاتك، الله يخليك ذخرا لنا ان شاء الله. الله يسلمك بعدي، اعطوه 50,000 كفو يا ذيبان. سلام الله عليك، عشت عشت. هلا والله، والله زين يوم قربت منه زين، ما شاء الله تبارك الله. يا وترى يعجبك لا كبر، اي يتربى بعزك. الله يسلمك، تفضل. لا لا خليه يكبر، خلاص الله يسلمك. سلام مداح يوصل نجومي وفلاك، للطيب اللي نعرفه بالشهامة، أصله شجاع وقت الأنشاب دكاك، وهامته ما فوقها أي هامة، وهامته ما فوقها أي هامة. سلام مداح يوصل نجومي وفلاك، هل طلو وسامة ويربك العالم رباك، أقول أبو شنب تبي الصدق؟ حرام فيهم الشيلة. أقول تبي الصدق حرام فيك 50,000. أشوف أقول عطني شرطي بس لا أفضحك الحين مع الشيلة. أركض يا غليم أركض، أنا مدير أعمالك. إيه صح، بيوتي مانجر. كفو، الله يسلمك. أتحداك يا شيخ. يا ابوي عامر دائما يوم ما شهر سحب علينا وسحب على الاستراحه وسحب على الكل. اتصلت عليه اكثر من مره ما رد علي، والله ما كنت متوقع منه. ما كنت متوقع منه يا ابوي، انا مدخل المجال معرفه على العالم، سحب علي انا، ما تبي يسحب عليك انت وياه؟ يا ابن الحلال افهمني افهمني انت، علشان المطر والاجواء الزينه والمكاشيت يبينا شله شله نلحنها ونشيلها شيله ونصورها فيديو كليب. أم أنت أضرب. كافو يا أبو شنب، فكرة بطلة، ناخذ كلمات من شاعر جزل ونسوي فلكلور تراثي بطل ونصورها في البر. أبشر يا سنايدي من هالشنب، عز الله أنك فاهمني، أنا وياك مسوين مكس. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا أحب البر والمزيون، وأحب البذو والأوطان، وأحبك قبلي لا يدرون هلي وأهلك ولا الجيران. أحب العذري المخزون بمجرى الدم والشريان، وأحبك والمحبة عون، محبة عاشق والهان. شفت المعجبي؟ شفت الناس شلون طايرين بك طاير؟ أنت أستاذ، أنت نجم، نجمك سطع في السماء، فوق الثريا وفوق وفوق. أقول لا تقعد تهايط علي، أنا ماني بشيخ قبيلة عشان تقعد تسلك لي، ولا عندي دراهم واجد، تفهم ولا ما تفهم؟ أقول عن أبو ذا الفرد اللي لف على العيال كلها. وش عندنا من شغل بس؟ فيه شيخ قبيلة يبي شله في اسم قبيلته. وغيره؟ غيره في شيخ قبيلة ثاني يبي شله في قبيلتهم. الموضوع بسيط، نشيل اسم القبيلة ذي ونحط اسم القبيلة الثانية. وشيلوا يا عامر، ها أهم شيء، أهم شيء الدراهم. الدراهم متوفرة والخير واجد، بس فيه قبيلة ثانية طالبينك تتدخل في موضوع قصاص. قصاص؟ لا 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 لا، الأمور هذه مالي فيها. وغيره؟ وغيره فيها لقاء تلفزيوني، بس للأسف ما تقدر تروح له. ليش؟
بالعكس انا ودي اطلع بلقاء تلفزيوني. يبونك تغني على الهواء مباشره لايف وانت ما تقدر. طيب اقول لهم اني صوتي تعبان. هذه الاعذار من اول. هالحين ما عاد تمشي على المشاهد. يبونك تغني لايف ولا نقدر نسوي له مكس. هلا والله بعامر. هلا والله سعد. عشيلات اتحداك ممكن صوره. ابشر كنت هديتك. الله يحييك. ارحب عامر كيف الحال؟ احسن طيب ممكن صوره. ابشر بعزه. راعي الشيلات عامر ارحب. شكرا لك. عفوا حبيبي. هلا والله. هلا والله. هلا 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 بالعيال. هلا بالعيال. تفضل واحد 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 واحد. يلا واحد. هلا هلا تعال تعال. يلا صوره عامر. هلا 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 افشك. من انت؟ الله ما عرفتني. من انت يا ابوي؟ انا كفته. ما اعرف ما اعرف. اركض في ديتك ولا ادق على الشرطه؟ تفهم ولا ما تفهم؟ ايش الاشكال دي؟ رحت اسلم على عامر وقال لي ما اعرفك. اوف ام عامر سوى كذا. لا ويسوي اكثر والله. انا اتصلت عليه اكثر من مره في النهايه تكرم ورد عليه. تدري وش قال لي؟ ايش قال؟ قال لي ما عمري عرفت احد باسم ياسر. والله الرجال تغير. اوف اوف لا لا لازم نوقف نتحده. وهذا لازم يصير. يا هلا يا هلا. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا ولد الشيخ سنيتان. والنعم. ابشر بالخير. ابشر بالخير. تفضل استرح استرح. سم. زواجي بعد اسبوعين. والجماعي بيحضرون كلهم. ونبيك تشيلنا شلف هالمناسبة وتذكرون حنا لزخة الأشناب ومن الأمور هذه. أبشر بعزك. بس وش مقابل لزخة الأشناب؟ 100,000 وجاب وكالة. أظهر يا ورع. أظهر لا تعشنا. لا مؤاخذة ترى طاح القلب. يا هلا ومرحبا بالجميع. شرفتونا الليلة. يا هلا باللي جاء من بعيد ومن قريب. الآن بالمناسبة الجميلة مع الشيلة الملك الشيلات عامر. مرة يزعق ذا بحراج حرج يا ظاهر. المهم أبشر أبشر بعزة. يلا نتحيي كل باسمه. اليوم انا جيتكم وكلي فخر وكلي شرف بحضوري في الزواج هذا. وارحب كل الحضور واقول ان شاء الله انكم تستمتعون اليوم معنا في الشله اللي مجهزها لكم. هالحين عاد ارحب بولد الشيخ سنيتان. يلا نتحيي الشيخ ابن سنيتان. يستاهل. ورحب ابوه بعد. ورحب ابوه بعد. ورحب بخالص عفق. وبخالص عفق. ولا يهوننا الجميع. والان مع الشيله الخصيصه هالمتميزه يستاهل الشيخ ابن سريتان للمنشد عامر. يا مرحبا الطاروق يذهل دوية نسل الشيوخ اللي عريبين الأنساب إن قلتها والقافي غنى حامية يا شيخي يا سنيتان نزاخ الأشناب. يا مرحبا وقف وقف لزخت الأشناب ما يبلوكم يا سنيتان. هذه الجد نجر ومعرفته من زمان. تعقب انت وربعك تكونون لزخت الاشناب. تعقب انت وجهك جاي تخرب حفلي انت وياه. انقلع برا اضربوه يا عيال. هد حنا جايينك يا ملك الشيلات نبيك تاخذ حقنا. حقكم بوشو؟ حنا بيك طال عمرك تسوي شيله خاصه في جدنا الشيخ نجر وتمجده وتقول حل زاخت الأشناب بنعطيك 500,000. أبشر بعزك. حنا طال عمرك عندنا برنامج اسم الشاعر الخليج
وراح يعرض على القنوات الفضائية كلها، ونبغى منك تجيب لنا الشاعر عامر، ونبغاه يعطينا من شيلاته المعروفة، وراح نعطيه مبلغ ما راح يتوقعه. أبشر من هالشنب، بس على شرط أن الشلة يسجلها تسجيل ما هو بلاي. ما عندك مشكلة، بس جبن. قصة شعرها ودها بموضة اليوم، حسبي عليها ليه قصة شعرها. رجال خلوا خلوا بس. حسبي الله على اللي دخلها المسابقة. والآن نشوف رأي لجنة التحكيم. قصيدة جزلة ويستاهل، وإن شاء الله يتأهل معنا المرحلة القادمة. نتمنى لك التوفيق شاعرنا حجاج بن مرزوق، لك ولجميع المشاركين معنا إن شاء الله. تفضل. والآن نطلع فاصل مع ملك الشيلات الشاعر المعروف عامر. أبقى طب عليهم وتبيض الوجه. ها يلا فوكس عليهم. عليهم كلكم على رأسي من فوق، كلكم على رأسي من فوق. أحب البر والمزيون، وأحب البذو والأوطان، وأحبك قبل لا يدرون هلي وأهلك ولا الجيران. الشريط لو سمحت، شغل الشريط يا ليبون. معليش احنا نعتذر منك يا شاعرنا، في خلل فني، لكن شيل الشيله لايف. وشلون اشيلها لايف؟ مباراه الاهلي والهلال هي. لا ما ينفع، ما ينفع، لازم الشيله بمؤثرات وايقاعات ولا لا؟ الشيله اعتمادها على الصوت والكلمات مو على غيره. شيل الشيله ترانا على الهواء. لا توشنا، أبشر بعزك. تفضل. أحب البر والمزيون، وأحب البدوي والأوطان، وأحب القبل لا يدرون. سام يبا ابشر. كم يلا مها. مها حبيبتي، مها حبيبتي، ادخلي يما. حبيبتي قومي لا تتأخرين. اوكي يما، هذاني صحيت. يلا يا صباح الخير، يا صباح احلى صباحيه، شيخ قهوه شاهي اللي تبيه امرني امر يا بسام. ها هذه احلى قهوه لعيونك. وش قيمه فنجان هالقهوه؟ ابي 15 ريال. انا الحين قبل امس ما معطيك 20 ريال؟ اي 10 ريال. ولا هلا لا، علشان تعرف قيمة الريال اللي تاخذه. يلا قلب زواجك. صباح الخير يابا. صباح النور يا هلا، يا مرحبا يابا. ابي اطلبك طلب. تفضلي. يابا جوالي قديم صار له سنه معي، وبصراحه ابي جوال جديد. عمر تدللي، وش الجوال اللي تبينه؟ بس يابا سعره غالي شوي. ما يخالف. 3000. اي بسيطة. اسمعي يا ربوت، هذه بطاقة الصراف، توي ساحب وتعرفين الرقم، اسحبي واشتري وردي لي البطاقة. ربي لا يحرمني منك يا رب. يلا حبيبتي. يلا
خير. هلا بريحة هلي. إيه؟ هلا بكل إلي طول العمر طول الدهر. أقول أخلص علي بسرعة اشتبي. أبد سيارة الكفر مبنشر وبيك توصليني بطريقك. والله يا هلا بريحة هلي وهذا كله معليش أنا آسفة بمر صديقتي. هذا نظامك؟ إيه. طيب أوريكي. باي. تشتري حمام؟ كم سعر الحمام عندك؟ والله الجوز عندي ب 18 ريال. والله غنى الناظر حمام. ها آه نصاب انت؟ انا نصاب. ايه يلا 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 انقلع انقلع اقول لك يلا. جالسين على البحر الاخوان ها؟ ما هو؟ بسيارتك الاثريه دي. حرك ابو موعد. تشتري حمام؟ بكم؟ الجوز ب 18 ريال. وربي يجيب لك البلديه. ولد خالتي في البلديه. خذ حرك. ايوه عامر تعال تعال انا في الحديقه يلا يلا في الحاره تعال يلا. هلا والله بحبيب قلبي كفته. هلا بريحه لي هلا بكل لي. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب كفته ولا عليك امر صار معي ظرف بنشر الكفر بغيت 30 ريال احصلها معك. 30 ريال لا ما معي. طيب وش رايك تبيع الحمام ذا كله وتعطيني 30 ريال؟ هذا الحمام اغلى مني ومنك ومن ابويا ومن امي وابوك وامك كل اولاد الحاره. ايه عاد ايه الا الغلط. وش اللي اغلى مني ومن امك ومن امي؟ تستهبل انت وجهك تستهبل. خلاص تبي تعطيني عطني ما تبي تعطيني ضف وجهك. يا اخي انا حر يا اخي هذا حمامي وانا حر. اقول لك انا شروح خل انا ترزق الله شطب الله يا اخي روح انا ما شاء الله ضيلك. معلش يا عامر انقل عن تريحتك ذي المخيسة. على بريحة هذه هلا والله بالعيال. هلا والله. تشترون الحمام؟ لا يا اخوي. ايش دعوه؟ يا ابي تبصق مالنا في الحمام حمام. حمام رقاص يرقص بالليل بالنهار. الله يرقص والله يتنكس ما لك يا اخوي. اتحداك انت. ايوه هلا والله بكدوش. يا ليل ذا ما يجي الاوقات الحلوه. هلا عامر هلا كيف حالك؟ دقيقه خليك معي. تمام الحمد لله وش اخبارك؟ تشتري الحمام؟ اي حمام انت؟ انا ما احب الحمام عندي حساسيه وخر. عاد انت راسك عشه. طيب معك 30 ريال؟ رجال انا احصل طاقه شحن الحين عشان اعطيك 30 ريال وخر انت حمامك وخر. خلاص لا تنفخ وخر انا اكمل كلام. طيب اوكي صبر 5 6 4 3 الحين شو اسوي انا؟ خلنا نكسب فيها مجر بس رابطهم كفته بهالشبك الله يهدي بس يلا انطلق انطلق ادعو على كفته ياهو. هلا بريحة هلي هلا بكلمني. اه شو هي هذي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هلا شكو شوينك فيه؟ لا طالع برا عندي مقابلة شخصية. ايه يلا دعواتكم. اتحداك الوظيفة. يلا الله يوفقك ان شاء الله تتسهل. يلا يلا سلام. مع السلامة. الصوت الحين. يلا الله يحلها ان شاء الله. هلا والله عامر حبيبي هلا. مو تركب بنشر؟ وطفران. يلا وانا اخوك الفلوس وبسلفك والكفرات الحين نروح البنشر ونصلحها. يلا اجهز اجهز تراني حول بيتكم. يلا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي مقابله شخصيه بخصوص وظيفه. اوكي انتظر حتى نادي على اسمك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عندي مقابله شخصيه الوظيفه وهذه اوراقي. ابشر ابشر تفضلي. شكرا. والله وانعم فيك يا ياسر. ما عليك زود ما قصرت بيض الله وجهك. وجهك ابيض. ازرق 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 ازرق. يلا تعال ساعدني بالله. والله كان ودي بس والله مستعجل مره. يلا الله يعينك. معذور معذور. يلا في امان الله. مع السلامه. الو؟ اوكي اوكي. حنان؟
حنان. أهلين. تفضل الدكتور جاهز المقابلة. شكرا. العفو. السلام عليكم. النشبة دايبي، النشبة دايبي، النشبة دايبي. هلا يبا. كيف؟ عندي مشاوير شوي بس. خلاص ابشر ابشر. خلاص امر اجيب صموري واجيك. ابشر بعزك. امان الله. وين الخبز يا ولد؟ ما تشوفين انت؟ وش فيك انت ما تناظر؟ وش اللي ما تناظر؟ انت اللي قاعده دازتها هنا. ما تستحي على وجهك؟ وش اللي ما استحي على وجهي؟ سويت لسنة. ما عندك خوات؟ وش دخل خوات بذي؟ تستهبل؟ اقول اتوكل على الله. بس توكل على الله. خلاص روحي توكل. اسري اسري بس. حول ولا قوة الا بالله. كل من لبس عباية سوالي فيها. انا الخبز. ابوك يا الزحمة. ما تشوف انت شنة الطيب. طيب لا تنفع. فكما. طلعك ذا جيت هنا. اقول لا تنفخ. ها بعدين قال برقبتك ميداليه انت وجهك. يا اخي خلاص الله يرحم الوالدين وانا فاضي لك. طيب طيب معليش يا الحبيب معي خبز صامولي بريال. اخي والله وقف اوقف الصف يا اخي بس بالله عليك. شايف تعبان وذا. معلش معلش شوي شوي اخ. سمحت. ايوه تفضل تفضل. حساب لو سمحت. حساب. لا يا شيخ خير ان شاء الله. تو اقول لك خمس بريال صابوني ما حسبتني. يوم جت ذي على طول حسبتها. دي ست. وانا راجل. بكره تيجي ان شاء الله تخلص اجراءات الوظيفه عشان تستلم الشغل في اقرب وقت. ان شاء الله تكوني مبسوطه معانا. ان شاء الله. اتفضل. يا سيد متى وين؟ معليش ما في وظايف شاغره. كيف؟ ما في وظايف شاغره. ايه يا ابو انت هبلت ولا ايش؟ ايش اللي ما في؟ انا من الصباح ملطوع هنا وجيت قبل البنت، ايش الكلام ده؟ ما في شيء بيدي والله. ما في شيء بيدي، جيب الملف يا ابوي. خساره فيكم الريالين حق الملف. هلا بها. هلا عمري. تدلل يا بنيتي. السواق راح يودي امه عند خالتي. زين زين انا بتصل بعامر اخليه يجي ياخذ سيارتي ويمر عليك. ايش تبي بعد؟ تدللي تدللي. طيب ومشاويري متى اخلصها؟ ابشر ابشر. خلاص خلاص يبا ابى امرك اخذ سيارتك وراح امرها. مع السلامه. استهبل ذا. ما تعرف تسوق انت، ايش فيك داقش الصدام؟ يا اخي ما عليك، اتصل على المرور تبي بتحملها. ما بتصل على المرور وبتصل على نجم بعد، بس قلت لك. مبزرة ما يعرفون يسوقون مسوون فيها زاحفين. والله العظيم. هاي تعال هاي. والله لا اتصل هذا اللوحة مسوي زابل يا الذيب، انا اوري امك انا. خل ابلغ عليك الحين. بس كم سلامات. في اختراع اسمه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش فيك متأخرة علي؟ ساعة ونص لطعتني هنا في المواقف. الحمد لله ما جيت بسيارتك اللي تفشل وبعدين أسمع. ما أبي أسمع صوتك فاهم؟ صديقتي بتجي معنا بتودينا المول. لا يا شيخة، سواق عندك أنا، سواق عندك وعند صديقتك. خليها تجيب لهم زين.
خذ الام زينه. اقول اسكت بس، بتودينا ولا علم ابوي؟ تهددين في ابوي ها؟ تهددين في ابوي؟ اي اجل اكلم ابوي؟ لا خلاص خلاص. اي تعال حبيبي يلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النشبة دايبي، النشبة دايبي، رد على جوالي. النشبة دايبي، طيب النشبة دايبي، النشبة دايبي، رد على جوالي ولا برد عليه. خلاص طيب ناشب الجوال، اصبري طيب خلاص برد. النشبة دايبي، النشبة دايبي، النشبة دايبي، خلاص برد عليه. النشبة دايبي. الو وينك فيه؟ اوه في النادي. هتحداك يا شيخ صدق. لا تضربين لا تضربين، لا انزلك انت وخويتك كعابي. خلاص خلاص اوكي. لا لا ما اقدر اجي، انا مع اختي. اوكي الليله الليله نجي في الاستراحه. ايه يلا مع السلامه. مهمها نسيت اغراضي فوق، بروح تجيبها. طب اسبقيني وانا بجيك. اوكي اسمع، هذه 500 ريال. اقول لك استنى، روح جيب لنا باقة ورد صغيرة وخلي الباقي لك. اتحداس يا الكريم انت. هلا والله بالدراهم، ابشر بعزس، تحضر لك احلى باقة ورد. دام فيها دراهم ما في مشكلة، لو تقعدين للصبح تأخري خذي راحتك. اقول اسكت بس. هلا والله بالبنات الكريمات. هلا والله بالدراهم. الشخص اللي صدمكم هرب تم احضاره وموقوف عندنا هنا. الله يعطيكم الف عافيه، انا ابغى حقي بس. وهذا اللي نسعى له. بس المشكله اتضح ان السياره ما هي باسمه، باسم امه. وامه عمرها 86 سنه. الله، واذا حرمه وعجوز 86 سنه؟ انا ابغى حقي وبس. واذا حرمه؟ اقول لك عمرها 86 سنه. صعب التواصل معاه. تواصلنا معاها قالت ما عندها المبلغ حتى حافز ما ينزلها. طيب والحل؟ بما انك عارف انه غريمك امرأة فانا اشوف ان الافضل ان نوقف خدماتها لمدة عام. هذا اذا باقي لها خدمات كمان. وتعرج انا بعد سنة. ممكن ان الله يفرجها ان شاء الله. الله بعد سنة؟ لا والله ما ابغى شيء، متنازل انا متنازل. الله يعطيك العافية. يا رجل طلبي مزبوط. السلام عليكم. هلا وسهلا استاذ، تفضل. بغيت باقة ورد بس صغيرة. اي اهلا وسهلا، كل شيء موجود عندنا، عندك ب 1000 ب 100 ب 200 300، شو بدك احنا جاهزين استاذ؟ لا لا ابي باقة ورد كذا ابو 70 75 ريال. شو؟ جاي تشتري بطاطا ب 60 70 ريال؟ اخي اخر شيء حدي ب 100 ريال، بدك؟ اهلا وسهلا. ما بدك لا توجع لي راسي، عندي شغل كثير وطلبيات للناس، انجز بسرعة. ايه لا تنفخ لا تنفخ، لا الحين ادق على الكفيل يحضر هنا. خلاص سوي لي باقة ورد ب 100 ريال امسك. طيب ماشي. لو سمحت ابي باقة ورد ب 50. ايه تكرم عينك، محل تحت امرك كلياته. ظبط له ظبط له بسرعه. طيب 50 ريال. طيب بك يا رجال. ولك ايه بس استأذنا شوي، بلطحوا لطحوا شوي. يا ميت اهلا وسهلا، هكرت المحل هكرت المحل. يا ميت اهلا وسهلا. تفضلي. تخلصني بسرعه. تفضل. يا ميت اهلا وسهلا شرفتينا. لا تنسي تتصلي بنوصلك محل ما بديك. الحين بسالك سؤال. اللي سويته هذا من جدك ولا تستهبل؟ انا بعرفك شو اللي امزح معك اخي. يعني مو بكاميرا خفيه؟ لا ما في شيء. ماشي. يلا عجلي نبي نلحق على المول الثاني. لا بالله عشان خلصتي اغراضك تبين تعجلين علي؟
دق على تعافي تعافي ودي مستشفى. اهدى اهدى، خلنا نوقف النزيف اول شيء. هيا شيل 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 ودي ودي طيب شكرا، يعطيك العافية. صراحة يعني ما أكذب عليك، الموقف كان جداً صعب ويوتر الواحد، يعني أمامي طفلة بتنزف وكان لازم إني أوقف النزيف هذا، وبصراحة هذا اللي سويته بفضل ربي. الله يعطيك العافية، أنت واللي أمثالك يستاهل الشكر والتقدير. الحمد لله بالإنجاز اللي حققته هذا، أبي أثبت للرجال كلهم إن المرأة عنصر فعال وتخدم في جميع أنواع المجالات. كفو والله بنتي كفو. شوف البنت، أنا ألف رجال مو زيك. ايش بك ابويا طايح من عينك كذا؟ ترى امس برضو انا انقذت ولد وسويت تاكسي مره. باين انت صرصار ما تعرف تنقذه. اول شيء انقذ نفسك على العطاله اللي انت فيها، وبعدين تعال اتكلم، تفرج اتعلم. لفتيات المجتمع دور مفصلي، وما قدمته الاخت مها من دور مشرف وعمل بطولي انساني يستحق الاشاده والتقدير. ابو عامر. لو سمحت لا تقول يا ابو عامر، قول لي يا ابو مها. عذرا ابو مها. الأخت مها قدمت عمل بطولي تستحق عليه الإشادة والتقدير، وأيضاً هناك درع مقدم من إدارة القناة لجهود الأخت مها وما قدمتها للإنسانية. شكراً. شكراً 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 الحين اهرب لك سبيت، ترجع لي سبيت يا سبك مهبول انت. كردس يا سبك ما هو يجيب لي ورقه يا سبك. النشبه دايبيك النشبه ذا البث النشبه دايبيك. هلا تركي عبد في الاستراحه. لا لا ما عندنا شيء، قاعد العب مع ويوي. اتحداك مخيم بطل، اركض بديتك خلاص، ارسل الموقع الوات. يا علي حس فينا يجرر احلى هجاني، يا طارتني وراح جعلها مستراح دلت الشوق. أقول أبو مسفر هلا، عطنا نكتة. واحد وقف قلبه ونزل يدفه. ضحكتني يا أبو مسفر. أقول يا رسمي عطى 10,000 يستاهل إن شاء الله. خير يا شيخ. شكرا الخير. اقدم لك عيال الحاره جاي يسلمون عليك، اصدقائي احلى اصدقاء في العالم. يا اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه. طبر ارقصوا. يا شيخ عندي نكته ب 800. ورا ما تروح ترقص معهم. سلم يلا يا عيال. مش فشلنا. اتحداك يا مخيم البطل. حبيبي هذا مخيم الشيخ ابو بندر، وش فيك انت؟ اركض بديتك. وذول الاثنين منهم؟ لا هذول الاخويا اللي طلعوا النصر. يا احبكم المشاكل، ايش فيكم انتم؟ هذا الشيخ ابو بندر يا عيال كاش فلوس، يلعب بالفلوس بالانتيات. وذاك ذاك اللي لابس سبحه منهم. اي انا هذا 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 توني، خلينا نعرفكم عليه. توني توني جا 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 يا عيال.
هلا هلا توني. اهلا خي تركي. حبيبي توني اعرفك على اخوي. اهلا وسهلا. صديقي عامر احلى صديق في العالم. هلا والله بالتونه. هلا بعظم ولا بدون عظم؟ تركي دائما يستخرج دم الولد. شكش خي ياسر. اهلا وسهلا خي ياسر. كفته. هذا كفته؟ هو كذا توصيل مطعم دايم. توني هو المسؤول الكبير على المخيم. أركت بدايتك المسؤول من قدك. توني الله يخليك، ممكن تأخذ فينا فرة في المخيم؟ تعرف معاهم يعني، تعرف يعني. إيه تفضلوا، أهلا وسهلا. يلا شباب يلا يلا. اسمعوا يا عيال، الأجواء اليومين هذه زينة وتصلح للمكشات، فقررنا أنا والعيال أننا نسوي لنا مخيم والقطة من 5000 ريال، أوكي؟ أوكي. هب البراد وزانت النفسية والجو روعة والمشاعر حية، وهب البراد هلا هلا. 5000 ها؟ وأنا ما لقيت أسدد بيت، إيجار بيت ما سددته، وانت فاغر يضحكون عليك، مخيمة 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 مخيمة، انت فين عقلك انت؟ يضحكون عليك ولا كيف؟ يلا برا اطلع دحين، انا ارمك اطلع. ايش؟ 5000 ريال عشان المخيم؟ مالك ومال البر والاشياء هذه؟ لا باقي كمان تقول لي اعطيني فلوس عشان اشارك في مزاين الابل، هذا اللي باقي. هلا والله بالغالي. يبا تخبر اليومين هذه الاجواء زينه، وهب البراد وزانت النفسية والجو روعة، الزبدة مالك بالطويلة، أبي 5000 ريال بنطلع أنا وأخوياي ونسوي مخيم. هالحين مخيم عمالك لا قاعد فيه كل أسبوع ما عرفت ببيته، وتبيني أعطيك 5000 لمخيم كنت بشيرك؟ أم عصي لو تبي هلا لا بني ما أعطيك شيء. أذب أذب. شويكم يا عيال مصدحين وطفشانين؟ شي اقول لك انكرشت زي ما انكرش العيال كلهم. وش اللي انكرشت يا ابوي؟ هذه قطتي جاهزه. هلا والله بالدراهم. زبده. العود والشباب معك؟ يلا انتظرون عند المحطة ربع ساعة واجي. هلا والله، هلا تروك، كيف حالك؟ أتحداك أبيك تجي أنت وتونة، تونة هذاك اللي معك اللبناني. إيه عازمينكم في المخيم، سهرة محفوفة ها، لا يجي أحد معكم. يلا مع السلامة. يا جدة هاي سناب، إحنا في البر يا أبوي، شوف كيف التراب ناعم وسلس وأي خدمة. شكوش يلا مشينا مشينا. كفتة ياهو. اسمع بنروح نجيب تركي وتونة ها وبنرجع لك. خليك عند الخيمة، تابع يا واد ربع ساعة بنجيك. لا تخاف روحوا. يلا مع السلامة. مع السلامة. لا تلوح للمسافر. المسافر راح. المسافر راح. لا تلوح له. الخيمة يا ورع سرقنا حرمية سلفيت. مالت عليك ياهو. آسفين يا زقرت آسفين. هلا والله بالعيال. هلا والله جيت وجابك الله. تعال تكفى كملنا رابع بلوت. تستهبل انت وجهك تستهبل. وش اللي بلوت؟ الأجواء الزينة بتنتي وانتم تاكين في الاستراحة. مشينا مشينا يلا نروح نكشت. انت لسه باقي بتروح البر بعد اللي صار امس؟ ايوه باقي ماسكة على الكشتة. يلا مشينا للبر. يلا يا عيال يلا قم انتوا ياه. ياهو وديني يا محلى دقة الشماه من فوق ذيك شفتني يا طائرة يا هليكوبتر دور المظالم وديني يا محلى دقة الشماه عشر عيال فوق ذيك شفتني استنزل كفتة عيال ولا ولا يا عيال
الآن يحضر لكم أحلى شاهي جمر. والله أنها جت في وقتها، بس اسمع، أبي الشاهي بدون سكر، أعرف الدايت والحركات هذه. أفعل الصغير هذا المنهو، الصغير هذا لك. يا حبيبي أبغى شاهي ثقيل كيف الرأس. شوف مايل تنكس أركض بديت كنتي وديني ويا ما على داقة الشمع من فوق ذيك شفتني يا طائرة يا هليكوبتر دار المظالم وديني قم يا حمد شغل الصالون يلا حولوا 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 وانزلوا وانزلوا ويلا يلا هالدعوة فري خذوا راحتكم ها شلون ناخذ راحتنا والشباب جالسين هنا وين هب البراد وزانة النفسية والجو روعة والمشاعر حية أحلى شاهي جمر لعيونك يا السور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيت بوقتك يا عم هذا أحلى شاهي جمر محكور لعيونك جمر اللي قطع مصرانك أنت وياه وأنت وهذا أبو علبة والثاني والثالث أفا سلامات يا الحبيب خير وش فيك تزاعد؟ انت اللي وش تبي ليش جالسين عند العوائل؟ لا يا شيخ، وش اللي عوائل مع عوائل؟ حنا جالسين في بيتكم في المقلط؟ لا شين وقوي عين بعد يا ابوي حنا في البر في الخلا، وبعدين حنا جايين قبلكم، وما في الا انت وعائلتك، تقلع اتقلع انا اتقلع ها؟ اتقلع يا الفجر هب البراد وزانة النفسية مشينا يا عيال هلا الأم الفكك يا شيخ شل انت شل الأغراض كلها شحني وينك؟ السيارة لا تستهلك هلا بالامير هلا والله بالريال هلا كيف سقرت؟ هلا سهلا كيفكم بعد الاجواء الكئيبه؟ يا لا تذكرنا شغلونا ذا العوائل يا شيخ بس الجو اليوم عيال يطلب حرش ايش تقصد؟ اقصد اننا بنكشت لا حول يا ابوي كل ما جينا نكشت كل ما جينا نكشت يصير مشكله يا ابوي وش اللي نكشت؟ حسيت انك تبي ترجع اسمع كشته كذا لا تقعد تهايط انا كاشت الله لا يعقب شر بس لازم يكون معانا عائله يا ابويا اكلم اهلي اجل اهلي يا حبيبي جدتي وبحر ايش هي لا تودينا عند الكوره هدا اجل ايش تبغى انا كاشت تفهم ولا ما تفهم بعدين حنا الشباب نبي ناخذ راحتنا نطلع لحالنا ما نبي عوائل ولا شيء ما بكشت انا بكشت ماني كاشت تكشت ما تبكاشت بكيفك انا بكشت خلاص اشغلتونا انت في نفسك الكشت صح ولا اي والله بنفسي على ذا الخشم جهزوا أموركم ساعة بالكثير البعد دوار عويضة وش تبي تسوي؟ ما لأمك شغل بيتأخر بأمشي أمه في الدائري هرولة لا تتأخرون علي يلا نشوف ايش عندك أوكي معاك يلا شوف ايش معي يا ما حلا دقة الشامة حيو يا أبويا الواد تشك رح ينكبنا لا تخاف ها أجمد يا شكش لا تخاف يا لب العرب يا حلو أعطينا وجه أنت بتمشون من هنا ولا لا هذول يا علي لا يا شيخ بدأت تلعب علينا بعد وشوف اللي ورا ليكون أخوك بعد أنا خالهن يا حياتي النظرة جمعنا لنجمعكم أقول لكم تمشون من هنا ولا بلغ الهيئة عليكم وين نظم يا برانج يا بوي يعني لازم تحرجونا يعني توسع خنقل عليك وفطل عرجاء دز يا شيخ خنقل عليك يا عيال انكتمت بفتش خلاص أقول أركض بديتك ها لا تخرب الطلعة طقل الأرض يا عيال حس في الحريم حس يا ورع الأول حكم أول يا بوي كافو بس أقول اسكت أنت ما ضيعني إلا أنت العاب والله حظ ماشي العاب ايه تعال برايح اقعد ما عندنا حريم يطلع من مخهم كده
شوف يا عبسي ترى بالشنطة شوف ترى بخربها واشيل العباد. اركض بديتك لا تفضحنا خلاص قص الصوت. مسلوقة بروح خلاص راح 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 سحب وجهي خلاص سحب وجهك انت من زين هالوجه ذا الكربة امسك خذ الشنطة. قرفتونا والله شتونا في الرحلة. الكشتة دي مزنوقين طاقينها بلوت وانا طاقني الحر للصبر يا اخي خلاص رجال بكم ورانا ورانا انتم يا تلحق كل معايبنا امسكه امسكه هدا امسكه ورانا وسعكم الدوين ترقم بنات الناس وقدامي ما حد يقلي لي ادب والله ما خليك كفتة 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 ياهو ياهو يا أخي خلينا نأخذ لنا تعسيرة يا أخي. كم بقى الإجازة؟ شهر شهر. أوف أما شهر ولا جوا مملة وكئيبة هنا مرة ما يجي مرة ما يجي. الله أكبر ناوي تروح لباريس؟ أيوة بروح باريس السعودية جدة عروس البحر الأحمر يا وادي نكباين فلا جبت سكي تطلع الحارة بليارد فرفيرة بليلة يا ليل الليل سيرين عصير جي والله ما تتفشينات. باريس السعودية جزار ما هي جدة. أقول لك هناك عندنا كل شيء البحر فيه أم سمك كل شيء وعندنا أم جنبية تنقطك 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 شنو رقص شنو العاب شنو بسيط مش عندك وان انتو في جدة ترنك 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 ولد أقلع لا 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 أقلع هذا هذا أبو الشيطان شاطر أهدى من اللي حاش في الرياض هذا هذا لا لا شكوش شكوش هو أنا أقول أنا يا أبوي هو أنا أقول أنا شكوش شكوش والله والله أنا شكوش أمزح معكم يا عيال. ما هو هذا شاورما تستهبل أنت سلاح ما تشوفه يعني أبوي بالله شيل أجيبنا الجارية ورانا إجازة وفلة أهدى يا أبوي أنت فاهم غلط أنا بروح المكان على كيف كيفكم. إيش نسوي؟ خابر لكم مكان البطل مليان أرانب نبي نروح هناك ونصيد بالسلاح. يجي يجي هيا ياو يلا 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 دز دز يلا 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 قدام يلا يلا, يلا, يلا عبس يلا روح ما تحداك راح 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 يساري 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 بس 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 هنا هنا وقف 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 صدق صدق عال ها صدق عال هذا المكان ممنوع الصيد فيه ما درينا يا ابن الحلال ما درينا والله ما درينا والله ما درينا يا أخي ما عاد نجي هنا والله ما عاد نجي والله ما عاد نجي خلاص ابشر 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 بنركب الوالد أرسلني الله يطول بعمره عشان أعلم أخوي صيد الحبارة وأبيك تعلمني المحل الزين في ذا المحمية يا طويل العمر شمال المحمية كلها حباري زين وبتنبسط فيها إن شاء الله وإذا حد ضايقك كلمني زين أنا بتصل عليك إذا خلصنا مقناص حبارة عشان تعلمني المحل الزين اللي فيها رانب أبشر طال عمرك سلمني على الوالد يبلغ يبلغ أكرمك الله أمان الله السلام عليكم عليكم السلام شو عندهم ذولا؟ لقيناهم يصيدون في المحمية ما تدري انت وياه ان الصيد ممنوع داخل المحمية؟ ما كنا ندري وبعدين وين تبغانا نصيد يا طول العمر؟ لو في راسك صيد انت وياه راح للسودان اقنص على راحتك هنا ممنوع صادر اسلحتهم كبل باقي الاجراءات فيهم يلا تحركوا يلا 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 تحركوا يلا يا ليت سوق الذهب اقول اقول تعالنا وين رايح؟ بروح غرفتي لا جايين نحري مطلع برا طيب وش دخلني انا؟ شو
دخلك الله يلا اطلع برا. بروح قولي لهم كذا تغطوا وخلاص. لا تغطوا ولا شيء، اقول اطلع برا. لا تمديني ادس، اقول لا تمديني ادس. يلا يلا اطبر. ترى بصفر. النشبه دايبه. هلا عزوز. اما عاد تلعبون كوره؟ خلاص ابشر. دربد. هلا والله بالعيال. هلا والله. وين العيال؟ العيال زعلوا وراحوا، شف. اوف. طيب انتم ما انتم مستاجرين؟ احنا مستاجرين، وهذا المسؤول عن الحجز، تفهم معه. سلامات يا الحبيب، وش فيهم ذولي؟ جيت ولقيتهم بالملعب، قلت لهم في ناس حايزينك، قالت لي انقلع واعطتني 100 ريال. خلهم علي. كف يا عامر. ما شاء الله ما شاء الله. الحين ما تستحين على وجه انت وياها؟ جالسين هنا وحنا مستأجرين الملعب؟ اقول انت ما تستحي على وجهك؟ تغازل بنات الناس تنقلع والله اتصل لك على الشرطه. لا يا شيخه خوفتيني. انقلع. خبر عاجل وردنا الان. في المنطقه الوسطى وبسبب الضغوط المجتمعيه لوحظ بدايه داء خطير هو انقراض العزاب. ولمحاولة معالجة الموضوع للمحافظة عليهم من الانقراض يرجى تسليم كل من لديه شاب لأقرب مركز حجز. طلعوني يا ناس، في أحد سامعني؟ أعطوني شاحن. ايش رايكم في المزبن يا عيال؟ والله عداك العيب، عاد تصدق حتى السكن اتوقع ما يجيبونه. اتحداك يجيبونه. لقيتكم، وش اللي جايبكم بهذا؟ ها؟ عند العوائل ما تستحون على وجيهكم، ها؟